أهم وأجمل كلمة في هذا الكتاب العظيم. ما هي أجمل كلمة يمكن أن تسمعها؟ إنها كلمة الله عز وجل. مؤلف هذا القرآن هو الله طبعا، ولله المثل الأعلى. نحن نستخدم مصطلحات بشرية فقط لأقرب لكم الفكرة. الله هو الذي أنزل القرآن، ولكن دعونا نضع هذا القرآن وندرس كلماته كلمة كلمة. ماذا نلاحظ؟ الحقيقة أنا قمت بدراسة لجميع كلمات القرآن ووضعتها حسب الكلمة الأكثر تكراراً، يعني على شكل منحني بياني. هل تعلمون الكلمة التي تقع على قمة هذا المنحني، في أعلى قمة هذا المنحني، يعني أكثر كلمة تكررت في القرآن على الإطلاق؟ إنها كلمة الله سبحانه وتعالى 2699 مرة. لا يوجد كتاب واحد في العالم اسم المؤلف هو الكلمة الأكثر تكراراً، لا يوجد. لذلك أنا أخاطب الآن كل من يشكك بالإعجاز العددي، أقول له، لأنهم يقولون لا يصح أن نسميه إعجاز لأنه يمكننا أن نأتي بأرقام تشبه هذه الأرقام، أو يمكن أن نصنع كتاباً تتحقق فيه هذه الأرقام. طبعا نحن لن نخوض في بحر الإعجاز الرقمي، أريد فقط أن تؤلف كتابا بحيث أن تجعل اسمك هو الأكثر تكرارا في هذا الكتاب فقط. لن تستطيع، لا يستطيع أي مؤلف في العالم أن يؤلف كتاب ويجعل اسمه هو الكلمة الأكثر تكرارا، لا يستطيع. من أين سيأتي مثلا لو أراد أن يؤلف مثل القرآن كتاب بحدود 600 صفحة، من أين سيأتي بكلمات أو بجمل ليكرر اسمه 2699 مرة؟ لن يجد في اللغة جملا ليحقق ذلك. هذا هو الإعجاز أيها الأحبة. كذلك فإن اسم الله عز وجل يتألف أساسا من ثلاثة أحرف: الألف، اللام مكررة، الهاء. هذه هي خير كلمة يمكن أن نقولها، هي اسم الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت، يعني خير عبارة، إذن خير كلمة هي الله، وأجمل وأعظم كلمة هي اسم الله. ما هي خير عبارة قالها النبيون؟ قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. دققوا معي أيها الأحبة، اسم الله يتألف من ثلاثة أحرف: ألف، لام، هاء. لا إله إلا الله أساسا تتألف من ثلاثة أحرف أيضا: ألف، لام، هاء. الألف خمس مرات تكرر، اللام خمس مرات، الهاء مرتين. إذن الله عز وجل أخذ من حروف اسمه الثلاثة ألف، لام، هاء، وصاغ منها خير عبارة. طيب هل يستطيع أحدكم، يا من تشككون بالإعجاز العددي، هل يستطيع أن يؤلف من حروف اسمه عبارة يعبر بها عن نفسه؟ لا يستطيع، لا يمكن، وبخاصة إذا كان لدينا عدد قليل هو ثلاثة أحرف فقط، يعني ألف ولام وهاء. يعني إنسان ليكن اسمه مؤلف من ثلاثة أحرف، إذا أخذ هذه الحروف الثلاثة حروف اسمه، هل يستطيع أن يشكل لنا جملة بليغة يتحدث بها عن نفسه من حروف اسمه فقط؟ والله لن يستطيع، وليجرب كل من يشكك. يكفي أن نعلم أنه في سورة الفاتحة التي سماها الله السبع المثاني: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هنا يرتبط الرقم سبعة بسورة الفاتحة. طيب لو جئنا لحروف اسم الله الألف واللام والهاء وقمنا بعدها فقط في هذه السورة، ماذا نجد؟ نجد أن حرف الألف واللام والهاء مجموع تكرارهم، تكرار هذه الحروف، الألف تكررت 22 مرة، اللام 22، الهاء 5، المجموع 49، يعني 7 في 7.
فكأن الله تعالى يريد أن يقول لك انظر أنزلت إليك سورة سميتها بالسبع المثاني، يعني سبعة تتكرر وتتثنى، وجعل حروف اسمه تتكرر سبعة في سبعة. أليس هذا توقيعا من الله عز وجل على أن هذا القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى؟ والله أيها الأحبة إن هذه الحقائق لتشهد على صدق الله عز وجل عندما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وأن يجعلها نورا لكل ملحد أو مشكك يرى من خلالها عظمة هذا الدين وعظمة هذا القرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.